والكلمة الآن للنائب المحترم السيد مصطفى الغزوي. بسم الله الرحمن الرحيم. السيد الرئيس، السيد الوزير، السيدات والسادة النواب المحترمين، لقد نصب البرلمان الإسباني نفسه أمس من خلال مصادقته على قرار يعادي المغرب ويتضمن فقرات وعبارات غير مقبولة لتقديم دروس لبلدنا ولشعبنا حول تصفية الاستعمار وحقوق الإنسان على إثر الأحداث المؤسفة التي شهدتها مدينة العيون يوم 8 نوفمبر الماضي. ويعبر هذا الموقف مجدداً على العداء الدفين الذي يكنه لنا إسبانيا من خلال هذا القرار المرفوض، وننصح هذه الأخيرة بالتزام الصمت اعتباراً لماضيها الاستعماري والعنصري، ولن ينفعها إلا ذلك ما دامت مصرة على دعم الأضاليل والافتراءات ولم تقوم بما يلزم من أجل البحث عن الحقيقة التي غابت عنها. ومن المؤسف إذن أن نسمع اليوم ما سمعناه من جار كان أجدر به أن ينظر إلى المستقبل أكثر من حنينه للماضي. السيد الرئيس، من المفيد ونحن بصدد الحديث عن الماضي الاستعماري لإسبانيا التذكير بأنه إذا كان تدخل الاستعمار الإسباني بالصحراء المغربية فقد بدأ منذ بداية القرن الماضي، فإنه عزز عن احتلال مجموع تراب وادي الذهب والساقية الحمراء حتى سنة 1934 بفضل المقاومة الباسلة التي أبدتها الدولة المغربية والقبائل الصحراوية. وبعد ذلك واصل المستعمر الإسباني مناوراته حتى تمكن من إدماج ما تسميه قوى الاستعمار الإسباني بإفريقيا الغربية الإسبانية، وذلك عبر نهج سياسة تقوم على الاحتواء الإداري والسياسي للساكنة، وخاصة بالعمل على جعل القوانين الإسبانية نافذة في هذا الجزء من التراب المغربي. ولنتذكر سنة 1956 و1957 حيث تمكن جيش التحرير المغربي بالجنوب في ظرف أشهر قليلة من استرجاع كامل تراب الساقية الحمراء ومناطق أخرى من الصحراء، ولم تتم إعادة تثبيت الوجود الاستعماري الإسباني في الصحراء المغربية إلا بداية سنة 1958، إلا بعد تدخل مشترك للاستعمارين الفرنسي والإسباني من خلال عملية إيكوفيون التي عبئ لها أزيد من 10,000 جندي مدججين بآليات حربية وأكثر من 70 طائرة. ولتذكر كذلك أنه من جراء العدوان الجزائري سنة 1963 ومشاكل الحدود المغربية الجزائرية والوضعية السياسية الوطنية غير المواتية بفعل حالة الاستثناء، اتخذ ملف القضية الوطنية على مدى 10 سنوات مساراً يناهض الحقوق المشروعة للمغرب ومصالحه، وذلك بالرغم من أن أعلى سلطة في الدولة المغربية أكدت باستمرار أنه لا تنازل عن حقوق المغرب على صحرائه. ولكي تواجه إسبانيا التوصيات الصادرة عن اللجنة الرابعة للأمم المتحدة في ستينات القرن الماضي صارت في اتجاه خلق دويلة مصطنعة يتوقف استقلالها على الحماية
التي يوفرها لها الجيش الإسباني وتدين بالولاء للوطن الأب. إسبانيا حسب التعبير الاستعماري الذي كان متداولاً آنذاك، وأمام هذه المناورات الاستعمارية اندلعت مظاهرات عارمة في 18 يونيو 1970 بمدينة العيون تنديداً بالوجود الإسباني فوق التراب الوطني، وكرد فعل شعبي على الممارسات الاستعمارية للاحتلال الإسباني المتمثلة في الضغط على الساكنة والتنكيل بها وترحيلها وغيرها من أساليب قوى الاستعمار. وهي المظاهرات التي لم يتردد الحرس المدني الإسباني والفيرق الأجنبي في إطلاق الرصاص الحي لقمعها. ولنستحضر في هذا الصدد ما قاله الزعيم الوطني رحمة الله عليه سي علا الفاسي رحمه الله 3 أيام بعد هذه الأحداث، حيث قال: نزل مواطنون إلى الشارع هاتفين بشعارات نطالب بتحررهم وتعلقهم ببلدهم المغرب، وكانت رد فعل السلطات الإسبانية هي إطلاق النار على المتظاهرين الذين لم يكونوا مسلحين إلا بإيمانهم وبتضحياتهم وبإرادتهم القوية للدفاع عن وجودهم وانتمائهم للمغرب. لقد اعتقلت السلطات الإسبانية أزيد من 2000 من المواطنين المغاربة، وضمنهم الزعيمين قطري ولد سعيد الجماني وبا الشيخ بن محمد مولود. انتهى كلام سي علا الفاسي. وبالمقابل لم تمنح أي شيء ولم تعر أي اعتبار لحقوقه أو تطلعاته. هكذا كانت إذن سياسة الاستعمار الإسباني من جهة إحكام السيطرة على الصحراء المغربية بواسطة القمع، ومن جهة أخرى المناورة لخلق دولة مصطنعة تقودها حكومة خاضعة لإسبانيا وخادمة لمصالحها. وإلى حدود يومنا هذا ونحن في نهاية سنة 2010، ظلت السياسة الإسبانية تجاه الصحراء المغربية محافظة على نفس التوجه ونفس الثوابت الاستعمارية. وفي الختام اسمحوا لي السيد الرئيس بأن أستحضر معكم مقاولة الزعيم الوطني سي علي يعتا رحمه الله في افتتاحية جريدة الكفاح الوطني لفاتح يوليوز 1966، حيث قال رحمه الله: إن المغرب يحابي إسبانيا ويقدم لها تنازلات عديدة ولم يمارس عليها أي ضغط، بل على العكس من ذلك تعاون معها لما فيه مصلحتها. وبالمقابل لم تمنح أي شيء ولم تعر أي اعتبار لحقوقه أو تطلعاته للوحدة والكرامة. إن الخطر الذي يتهددنا كبير، والكلام لا يزال للسي علي ويلتزم من كل المغاربة الرد المناسب والدفاع عن حقوقنا وكرامتنا مهما كان الثمن. ويضيف المرحوم قائلا: إن المغرب مطالب باتخاذ موقف صارم إزاء إسبانيا ينبني على إجماع قوي واضح لا لبس فيه، موقف يطالب بالاعتراف الفوري بالسيادة المغربية على سبتة ومليليا والجزر الجعفرية. إنه موقف لا يجب أن يتم الاكتفاء بالتعبير عنه، بل يجب تفعيله عبر عمل جدي وتدابير ملموسة لإجهاض محاولات الانفصال. هكذا تكلم سي علي يعتا سنة 1966، وهو تحليل لا أخالكم إلا متفقين معي على أنه لا يزال صائبا حتى اليوم، ولن تفاجئنا إسبانيا بمواقفها العدائية. كل ما علينا فعله هو اتخاذ مواقف صارمة إزاء إسبانيا
وأن نعد العدة اللازمة لصيانة وحدتنا الترابية. واسمحوا لي كذلك السيد الرئيس بأن أخبر المجلس الموقر بما جرى اليوم الجمعة في مؤتمر اليسار الأوروبي يضم الأحزاب اليسارية والعمالية والشيوعية والخضر المنعقد بباريس، واتجاهه نحو اعتماد توصية مسيئة لبلادنا ومعادية لقضية الصحراء المغربية ومنحاجة بشكل سافر لأعداء وحدتنا الترابية. وقد أجرى وفد حزب التقدم والاشتراكية أحد مكونات فريقنا الذي دعي لهذا المؤتمر اتصالا مكثفا، وبذل مجهودات متواصلة بهدف تفسير الموقف المغربي وتسليط الضوء على حقيقة الأوضاع بالصحراء المغربية وما جرى حقيقة في مدينة العيون يوم 8 نوفمبر الأخير وما نتج عن ذلك من تداعيات. كما عبر وفد حزب التقدم الاشتراكي عن إدانته القوية لهذه التوصية التي يتجه بها المؤتمر لاعتمادها لما تضمنته من مس بثوابت المغرب ومؤسساته الدستورية ولمعادتها لحقوقنا التاريخية المشروعة ولوحدتنا الوطنية والترابية، مبرجاً اصطفافها المرفوض والمدان إلى جانب أعداء المغرب. وأمام استحالة التأثير على هذا الموقف الخطير المعبر عنه من قبل المؤتمر، وبالنظر لعدم وجود أي استعداد للأخذ بعين الاعتبار المعطيات والشروحات التي تقدم بها وفد حزب التقدم الاشتراكية، أعلن هذا الأخير انسحابه من هذا المؤتمر. وعلى العموم فإن موقف البرلمان الإسباني وغيره لا يلجمنا في شيء، المغرب في صحرائه والصحراء في مغربها، نحن ندرك تمام الإدراك كل ما يحركهم، ودماؤنا فداء للوطن. والسلام عليكم ورحمة الله. شكراً للسيد النائب.